سوف نقوم بشرح مجددا الشركه الرائعه التي تتيح لك فرصة العمل عبرها خير من ان تبدو ان تشتغل على شركه على ارض الواقع نعم هذه الشركه ممتازه والحمد لله اليوم ساثبت لكم سحب 850 دولار مباشرة من الحساب الخاص بي ان شاء الله عبر هذه الشركة الذي قمت بشرحها اكثر من اكثر من ستة اشهر او اكثر يا اخواني على هذه الشركة مصداقية انها لا تجد بأي ارباح خيالية او شيء من القبيل. اذا اردت العمل عليها عليك تطبيق خطة واحدة او استراتيجية لكي تعمل عليها، وانا قد قمت بشرح هذه الاستراتيجيات واليوم سأشرح لك استراتيجية كيف تقوم بالعمل عبرها، ما عليك الا ان تقوم بالتتبع الى هذا الدرس الى الاخر ان شاء الله، علمو اولا عليك يا اخي ان تقوم عبر الشركة، ما عليك ان الفيديو ان شاء الله قم بان عليه سواء تنبغي لك وجهه او كابتشا قم بادخال كابتشا ثم تنبغي لك عبر ابرا الشكل التالي هنا قم بوضع هنا النيم يا اخي الاسم اي اسم يا اخي هنا اليوزر نيم هنا الباسورد ثم تكتب الباسورد هنا الايميل ثم تكتب الايميل تقوم بدخال هذه الكابتشا نعم عبر الشكل التالي هكذا نعم ونقول يقول لك بانو دو سينياليزاسيون تقوم بدخال عبر الشكل التالي هكذا ثم سويفون ثم فيريفيون تقوم جاب اكتمال هذه الكابتشا ثم تقوم بان نقر على رجل تقوم بالتسجيل التشغيل سوف تذهب الى الايميل الخاص بك وسوف تقوم بالتفعيل سوف تجد ارسلت لك الشركه ايميل تفعيل يقوم بتفعيل الحساب الخاص بك كونفيرميشن قوم بان نقر عليه وتقوم جاب التسجيل عبر هذه الشركه الممتازه انا تقوم بالدخول مباشره الى حسابي عبر الشكل التالي هكذا لوغن نعم هذه هو الحساب اقوم بان على اللوغن عبر الشكل التالي هكذا نعم هذه هي هذه الشركة الممتازة التي أعمل عليها منذ فترة الحمد لله مصداقيتها كما قلت أنه لا تجد بها أي أرباح خيالية أو شيء من القبيل كلما اشتريت قوة التعدين الخاص بك أعطتك أرباح نعم هذه هي ال... هذا هو العمل عبر هذه الشركة الممتازة نعم على العموم اتبع استراتيجية واحدة هي الارباح التي تقوم بسحبها يقوم باعاده استثمارها كي تقوم بتكبير المشروع الخاص بك عبر هذه الشركه على العموم لكي لا اقوم بكثره الكلام عليكم وكذا وكذا يا اخواني سوف نقوم أولا بسحب المبلغ ومن ثم سأريك استراتيجيه يمكنك ان تربح بها في اقل مده نعم استراتيجيه يمكنك ان تربح في اقل مده اتبعها إن شاء الله سوف تشكروني عليها لكن يا أخي لا تنسى لي اللايك نريد 100 لايك لهذا الفيديو إن شاء الله بدعمكم إن شاء الله على العموم الآن تقوم بالسحب نأتي إلى هنا ثم واش دراو عبر الشكل التالي هكذا انظروا هنا هذا هو المبلغ المراد به هنا وخمسون دولار يا إخواني إذا قمنا بالذهاب إلى موقع بريف سوف نجدها كما هي نقوم بعمل هكذا نعم عبر الشكل التالي هكذا نقوم بجلب الأدريس أنا أريد السحب على محفظتي في البيتكوين ساقوم بجلب محفظتي في ال... محفظتي في البيتكوين لاحظوا معي نعم اخي نقوم بعمل هنا كولي للادريس الخاصه بنا عبر الشكل التالي ثم كونفيرم نعم عبر الشكل التالي هكذا نعم هو يتم السحب نعم هو يقول لك انه عليك تقوم بالذهاب الى الايميل الخاص بك بتاكيد السحب نعم لكي يذهب الى المحفظه الخاصه بك ان شاء الله لاحظوا معي ساقوم بالذهاب الى المحفظه الخاصه بك وساريكم الرساله التي وصلتني وساقوم بتفعيل خاصيه السحب الحمد لله هذا هو المضمون من هذه الشركة محمية جدا محمية جدا يا أخي الشرك قم بالعمل على نفسك من داخل المنزل الخاص بك لا تدري أن تشتغل الشركة أو شيء من القبيل اعمل بطريقتك وباستراتيجيتك وستحصل على كثير من الأموال إن شاء الله لاحظوا معي نعم إخواني هذه هي الرسالة التي وصلتني في الايميل الخاص بي انظروا هنا يقول لي اذا اردت تاكيد السحب وان تصل سحوبتك الى هذه المحفظه قم بالتاكيد عبر النقر النقر على الشكل التالي كليك تو كونفيرم يورو واش ساقوم بالنقر عليها عبر الشكل التالي هكذا قد تم السحب بنجاح يقول لك ان السحب سوف يتم في 24 ساعة من العمل لكن السحب يصلني في اكثر في اقل في اقل من 3 دقائق 5 دقائق ساثبت لكم ذلك نعم على العموم الان يا اخواني سنقوم بشرح الشركه والاستراتيجيه التي ساريك اياها لكي تعمل عبرها يا اخواني نعم عبر الشكل التالي اما اذا اردت مع انك تقوم بتفعيل الحساب الخاص باش تأتي الى ديبوزيت فاند او باي يا اخواني. مثلا ديبوزيت فاند عبر الشكل التالي هكذا. نعم. انظر هنا في مدة اللايف تايم يعني مدى الحياة يمكنك اقل شيء يمكنك شراءه هو 20 جيجا من هذه الشركة هذه هي النصيحة التي هذه اقل شيء يمكنك شراء من هذه, من هذه الشركة هي 20 جيجا ثمنها 19 دولار 18 دولار قم باختناء والربح فيها مدى الحياة نعم 20 جيجا زائد 50 جيجا يعني 70 جيجا يعني سوف تعطيك ارباح مدى الحياة يعني سوف تقوم بالربح مدى الحياة 0.8 نعم 0.08 دولار يا اخواني مدى الحياة لكن اذا استراتيجية الحصول على دخل يومي او اسبوعي او شهري هي اعاده الاستثمار بالارباح، الارباح التي تقوم بسحبها من هذه الشركه قم باعاده استثمارها من المحفظه الخاصه بك واقتناء جيجا قويه ان شاء الله وتكبير المشروع الخاص بك نعم، نحن لقد قمنا بشرح لايف تايم نعم، الان والنصيحه التي ساوجهها للاخوان نعم، اذا لم تكن مشترك في هذه الشركه حتى ولو ب 20 لن تقوم بسحب الارباح نعم، اذا اشتركت ب 20 جيجا فقط من هذه الشركه يمكنك ان تسحب الارباح الخاصه بك اذا لم تكن مشترك يا اخواني او اقتناء او مشترك وحده التعديل من هذه الشركه لن تسحب اي ارباح يا اخواني نعم انا نصح من ابدا حتى ب 19 دولارات فقط يا اخواني ولكي تتيح لك فرصه السحب من هذه الشركه على العموم الان سوف نقوم بالشرح في مده في خطه السنه او السته اشهر او شيء من القبيل انت اختر الخطه التي تناسبك يا اخواني مثلا خطه السنه عبر الشكل التالي انظروا هنا 1000 جيجا 1 دولار في اليوم نعم هذه خطه رائعه مثلا تريد اختناء عبر الشكل التالي كدا. نعم مثلا مثلا تريد ان عشرون دولار عبر الشكل التالي هكذا عشرون دولار ثمنها بالبيتكوين عبر الشكل التالي هكذا ثم نقوم بفتح موقع بريف لكي نعرف ثمن البيتكوين يا اخواني نعم لاحظوا معي نعم اخوان اذا اردت 20 دولار يوميا من هذه الشركه هذا هو ثمنها بوحده الجيجا انظر هنا 22660 جيجا ثمنها هو هذا يا اخوان سنقوم بعمل لها كوبي عبر الشكل التالي نذهب الى الى البريف عبر الشكل التالي هكذا نقوم بعمل لها كولين انظر هنا اذا اردت ان تحصل على هذا المبلغ فعليك دفع 200 2000 وعليك دفع 2863 دولار لهذه الشركه وسوف تربح لمده سنه هذا المبلغ يا اخواني لمده سنه على العمود الان سوف نقوم بشرح خطه جميلة جدا يمكنك ان تربح في اقل مدة يا اخواني نعم يمكنك ان تربح مبلغ خيالي في مدة قصيرة جدا نعم مع العموم الان سوف نشرح على خطة التسجيل عبر الشكل التالي هكذا مثلا انا اريد 20 دولار يا اخواني نعم انا اريد 20 دولار من هذه الشركة يوميا تنضاف الى رصيدي نعم مع العموم اولا علي الدفع هذا المبلغ نقوم بعمل كوبي عبر الشكل التالي هكذا نعم انظروا هنا كولي انظروا هنا علينا اولا دفع 2181 دولار نعم لكي نحصل على 20 دولار من هذه الشركة نعم، على العموم سنقوم بجلب الحاسبه الخاصه بنا انظروا هنا عبر الشكل التالي هكذا مثلا 20 دولار نعم 20 دولار في ضرب نعم 20 دولار في 30 في 30 يوم عبر الشكل التالي هكذا كم تساوي؟ تساوي 600 دولار 600 دولار يا اخواني مضروبه في مضروبه في 6 يا اخواني كم تساوي؟ تساوي 3600 دولار يا اخواني نعم على العموم انظروا هنا المبلغ المراد به الذي قمنا بالدخول به هو 2177 77 دولار نقوم بعمل ناقص 2000 و مائة وسبعة وسبعون دولار كم تساوي إخواني ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون دولار في مدة ستة أشهر؟ اليس من بلاغ محترم يا اخوان نحن لان هذا المبلغ نحن نشاهد هذا المبلغ كبير او شيء من هذا القبيل نعم لان نحن نعاني من الرف <applause> مجال الرفنا الانترنتي يا اخواني على العموم هذه استراتيجيه رائعه لكي تحصل على هذا المبلغ في اقل مده يا اخواني ودائما مع هذه الشركه المضمونه نعم شركه مضمونه 100 في المئة اشتغل عليها وقم بتطوير نفسك قدر المستطاع لكي تربح من هذا المبلغ الرائع على العموم الان يا اخواني نقوم بعمل كيفيه الاستثمار الى هنا على باي ناو يا اخواني عبر الشكل الت... التالي ثم نقوم بعمل كوبي لهذه الادريس عبر الشكل التالي هكذا ونذهب الى المحفظه الخاصه بنا ونرسل لهم هذا المال يا اخواني عبر هذه الادريس وحنا قمنا بالاستثمار عبر هذه الشركه الرائعه كريبتا ماينينغ فارم اخواني كما قلت لكم ابدا حتى لو ولو ب 20 جيجا لكي تتيح فرصه سحب الاموال من هذه الشركه نعم ابدا ب 20 جيجاس فقط يا اخواني 20 جيجاس كم ثمنها انظروا كم ثمنها في اللايف تايم انظروا هنا 20 جيجاس ناتي لهنا هنا انظروا ثمنها هو هذا يا اخواني عبر شركه التالي كيف موقع بريف نعم عبر شركه التالي انظر 18.19 19 دولار يا اخواني نعم ليس بمبلغ محترم جدا ابدا به يا اخواني ودائما النصيحه التي اوجهها للاخوان هي الارباح التي تقوم بالتحصل عليها قم باعاده شراء وحدات الجيجاز هكذا انا اضمن لك مدخول يومي يا اخواني وثلاث نقاط قم بالعمل عليها في مجال الربح من الانترنت اولا عليك يا اخي ان تقوم بعمل استراتيجيه اذا اردت الربح ثانيا عليك يا اخواني الاموال الاموال هي من علي ان تعمل عليك ليس انت من, من ان تعمل عليها يا اخواني ثالثا يا اخواني دائما ان تكون ايجابي ايجابي يا اخواني لا تكترث الى تعليقات الفاشله او تخصقهم بتفشيلك عن العمل عبر الانترنت دائما كن ايجابي في حياتك الربح على الانترنت ليس بكلام فارغ شنو تلقى عليك وضع استراتيجيه عليك بجهد نعم على مع هذه بعض النصائح اوجهها للاخوان الان ساريكم هل وصلتني الاموال في حساب الخاص بي ام لا لاحظوا معي نعم لم اخواني لقد توصلت بالأموال في حسابي في الكون بيمنت انظر الي الحمد لله وقد توصلت بها انظر هنا الحمد لله في اقل من خمس دقائق توصلت باموالي الحمد لله لا. كل عبر على كل شيء قد يكون العمل عبر الانترنت بعض النصائح وجهه للاخواني اخواني دائما اعمل يوميا وباجتهاد تحصل على مدخولك اليومي خير ما تشتغل عند شركه او شيء من القبيل كريبتو مايننج فارم تتيح لك فرصه الربح يا اخواني نعم تتيح لك فرصه الدخل اليومي او اسبوعي او شهري عبر هذه الشركه الممتازه لان الكثير من اخواني يقع في, في مشكلة في أنه يريد اقتناء بعض أجهزة التعدين وأنا لا أنصح بها لأن عليها مصاريف نعم مصاريف عليك أولا إذا تريد إذا أردت أن تقتني أجهزة التعدين على أقل 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 شيء ألف دولار نعم ثلاثين ألف دولار إذا كنت تريد اقتناء أجهزة ممتازة جدا ثلاثين ألف دولار زائد الصيانة نعم زائد المروحيات زائد الكهرباء زائد المراقبة يوميا على هذه الأجهزة والمشكلة إذا انقطع عليك التيار يا إخواني أجهزة القبيصة في مشكلة كبيرة 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 على العموم هذه الشركات توجد على ارض الواقع في تايلاند كريبتو مايننج فارم نعم مشتريه مساحه كبيره لاجهزه التعدين ودائما الاموال التي تقوم باستثمار عند هذه الشركه هي تقوم باعاده اقتناء اجهزه بها وتقوم ب اعطائك ارباح قليله جدا يعني لهذا اقول للاخوان دائما يا اخواني قم باعاده الاستثمار الارباح التي تقوم بسحبها من هذه الشركه قم باعاده استثمارك وتحصل على نتيجه ان شاء الله لا تبخل يا اخي باللايك لايك لهذا الفيديو اللي كنصل الى 100 لايك ان شاء الله يا اخواني نعم كان موضوعنا هو كريبتو فارم وكيف تقوم بالربح في اقل مده